السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم مش لوحدي خالص، انا جايه معايا الصندوق او البوكس الكبير ده. عايزه اقول لكم بس بدايه قصه الصندوق ده. وفاكرين الفيديو بتاع اكسل اللي انا صورت لكم فيه علب الثلاجه اللي سالتوني كتير عنها؟ عايزه اقول لكم بقى ان العلب دي انا جايبه لكم الشركه نفسها، لان بالصدفه البحته كان في حد بيتابعني من الشركه عندهم، وعايزه اقول لكم بقى ان هو تواصل معايا. ويعني مش قادره اقول لكم الناس ذوق ازاي ومحترمين ازاي بجد والله. يعني الفيديو بتاعي البسيط اللي انا عملته معاكم ده عن حاجه الثلاجه عجبهم جدا، ويعني لقيتهم بعتين لي البوكس ده، فالكرتونه دي لسه واصله لي وحبيت ان انا افتحها معاكم. وطبعا اي استفسار عن اي منتج من المنتجات اللي جوه ان شاء الله انا هتواصل مع الشركه واعرف عنها تفاصيل اكتر واوضح معاكم كل حاجه. طبعا انا هدفي الاول والاخير هو افادتكم وان انتم تفرطوا تتعرفوا على الحاجات الجديده اللي معايا، وانا كمان اعرفها لاني والله ما اعرف الحاجه جوه فيها ايه. فتعالوا نفتح مع بعض ونسمي الله كده ونشوف مع بعض الحاجه جوه ايه. ومسك ساكته كده، هاتي يا مثلا مقص. احنا ممكن ننزل البوكس تحت عشان تبقوا شايفين معايا جوه. تعالوا بقى نفتح مع بعض كده، انا حبيت اجيبكم جوه عشان نكتشف مع بعض الحاجات الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما شاء الله الحاجه كلها متغلفه. تعالوا بقى نكتشف مع بعض المنتجات. بصوا بقى، لا احنا نفتح واحده واحده قدام الكاميرا كده لحسن انا هتلخبط وانا منبهره بصراحه. بسم الله. تعالوا. بسم الله. واو واو واو، العلبة ما شاء الله. يعني انا ممكن اغير التلاجة عشان العلب دي. بصوا بقى العلبة دي كام لتر يا مروان؟ 9700. تسعة سبعمية، يعني 10 لتر الا 300 مللي. تمام، حرام شيلوها. بصوا العلبة قد ايه، ده البوكس شايفين حجمه. هنا بيبقى فيه مكان للتهوية، ممكن افتح التهوية خالص، ممكن اقفلها وسط، وممكن اقفلها خالص. ففي هنا مكان للتحكم في ازالة الهواء يعني من جوه العلبة. تاني حاجة من جوه الغطا شارح لك ازاي تشيلي الجزء اللي انت بتهوي بيه لو انت عايزة تغسلي الغطا. بيقول لك يعني اختصارا للكلام الرسمه اللي متوضحه ورا، انك ما تحاوليش تشيليها من هنا، ما تحاوليش تشيليها بعنف من هنا. في هنا شرطتين او خطين تدوسي عليهم من جوه هنا اهو، تطلع لك من بره اهو. انا بضغط من ورا فبتطلع بسهوله. بس برضو دي تعليمات الواحد لازم ياخد باله منها عشان العلب دي يعني هتبقى صاحبتنا في الثلاجه، يعني تاخد معانا حاجات كتير. عايز اقول لكم كمان ان العلب دي اللي هي بتبقى غطاها اخضر مرسوم عليها خضار وفاكهه بكل اصنافها وانواعها، فتقدروا هنا تشيلوا فيها اصناف الخضار والفاكهه في الثلاجه. طبعا تحافظ عليها، غير ان هي من جوه متقسمه 4 ارباع، كل ربع فيه خطوط من تحت كده، دي عامله زي المصفى. لو حطيتي خضار مغسول وبينقط هينقط جوه الشروط او الخطوط دي، بحيث ان الخضار ما يبقاش قاعد منقوع في الميه بتاعه الغسيل بتاعته. واخدين بالكم ازاي؟ او هو لو ما اتغسلش وحتى بينزل ميه، الخضار انتوا عارفين بيتنفس، فاحيانا بيكون عليه زي ندى من الميه، فالميه دي عشان لو فضلت واقفه على الخضار بتخليه يفسد بسرعه. فلما الميه اللي على الخضار دي بتنقط هنا على الاجزاء المتقسمه دي، بيفضل الخضار محتفظ بيفضل الخضار محتفظ بجودته وفتراته. دي حاجات بسيطه جدا حبيت اوضحها لكم لاستخدامات العلب دي. غير بقى طبعا اللي هو رقم 5 PPF-free زي ما اتفقنا، بيستخدم في الاكل، وكمان بيدخل غساله الاطباق والفريزر. تمام كده، مايكروويف لا، العلب دي النوعيه اللي في ده، يعني كل منتج همسكه هقول لكم عليه. اتفضل يا مروان. ده بقى ممكن نشيل فيه ايه بسرعه كده؟ ممكن نشيل فيه البطيخ. لو انت جبتي بطيخه كبيره وقطعتيها هتشيليها هنا مره واحده، جبتي كميه شمام، جبتي اصناف كتير من الخضار، خيار، جزر، كوسه، بتنجان، فلفل رومي، عايزه تشيليهم كلهم مع بعض، طماطم مثلا، بتحطيهم هنا بتقسيمه اللي انت عايزاها، وطبعا ما شاء الله هتشيل معاكي كتير جدا. خلاص كده تقدري تفصلي كل نوع عن التاني بمناديل من المطبخ افضل يعني. هاتي مروان صح؟ بس دي كده كانت بالنسبه لعلبه الخضار الكبيره. هقول لكم على حركه حلوه جدا انا باذن الله ناويه اعملها في الثلاجه عندي.
ان شاء الله اول ما اعملها هقولها لكم واوريها لكم. اتفضلي مروه، عشان نحافظ على الخضار في العلب دي اطول فتره ممكنه. تعالوا بقى نفتح العلبه دي. بسم الله. اولا دي زيها بس حجم تاني. خلاص اهي دي الساعه بتاعتها قد ايه؟ 6 لتر و100 مللي. 6 لتر 100 مللي. طيب تعالوا بسم الله كده اهو، برده اكسى وبرده نفس فتحه التهويه عشان الخضار. تمام بسم الله كده، تعالوا نفتح اهو نفس التعليمات على الغطا، وده برده نفس التقسيمه 4 ارباع، وكمان كل ربع فيه شروط كده من المصفى، فاهمين؟ يعني تموجات كده بحيث ان الميه اللي تنزل من الخضار تفضل تحت، ما تبقاش على الخضار من فوق. برضو دي تقدروا تستخدموها في حاجات كتيرة جدا من الخضار والفاكهة، تغسلي العنب، تغسلي مانجا وترصيها، تغسلي الرمان وتفرطيه، حاجات كتيرة جدا ممكن تحطوا كذا صنف اصلا مش صنف واحد. ده بالنسبة لطقم العلبة التانية للخضار، وبرضو نفس الاستخدامات، بتحط فيها اكل عادي وكمان بتدخل غسالة الاطباق والفريزر. تمام كده ماشي. اتفضلي يا ناصر شيلي دي. تعالوا بقى نشوف العلبة دي. العلبة دي كام لتر؟ 2 لتر و200 مللي. 2 لتر 200 مللي اهو. بص بقى الجمال، الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير وبنلاقيها مستوردة، بس طبعا الحاجات بصراحة مصرية. عايزة اقول لكم المنتجات دي لسه نازلة حالا، يعني هي مش عند حد والله بجد، يعني كتر الف خيرهم. الشركة بعتالي، يعني مش عارفة اقول لهم ايه والله العظيم، ده كتير عليا. بس انا عايزه اكتشف العلبه الاول عشان اعرف اتكلم. قال انا بصوا بقى، الحمد لله ركبتها، لان انا طبعا اول مره امسكها في ايديا فلسه مش متعوده. مبدئيا كده دي علب ثلاجه للجبنات وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها في السندوتشات، كل انواع الجبنات. بصوا بقى هي عباره عن ايه؟ عباره عن علبتين فوق بعض، غطا الاولانيه هو الدور الثاني من العلبه، فاهمين؟ فالدور اللي تحت عباره عن علبه بوكس اهو زي ما انتم شايفين، جواه المصفه دي، شايفين مصفى منفصلة عادي جدا بتتحط هنا، تقدري ترصي عليها كل انواع الجبنات اللي انت عايزاها. انتوا عارفين برضو في الجبنات عموما لما بتدخل التلاجة وتقعد بتبدا هي كمان تندي مية، فعشان ما تفسدش من المية دي، فالجبنات لما بتتحط على المصفى دي بتتخلص من برضو كل السوائل اللي ممكن تحصل فيها. تاني حاجة ان العلبة بعد ما تحطي اول صنف جبنة عندك هنا، بتحطي الغطا بتاع الدور التاني، فبنحط الدور التاني عليها كغطا. خلاص الغطا برضو بصوا بقى محكم جدا، بصوا يعني انا بفتحه اهو. الخامه على فكره عايزه اقول لكم كمان ان هي بلاستيك طري، مش البلاستيك اللي تمسكيه اول ما تتنيه يتكسر يبقى اتنين، لا البلاستيك والله ممتاز جدا. فالدور التاني اهو عباره عن علبه ما فيهاش اي حاجه اهو، يعني ما فيهاش مصفه ما فيهاش حاجه، فتقدري تحطي برده هنا لانشون، تحطي الجبنه المثلثات، تحطي جبنه التركي، يعني اي صنف جبنه، يعني هو علبة جبنة هتشيل كل انواع الجبنة اللي عندك، فما شاء الله هي حجمها كبير. فده الغطا بتاع الدور اللي فوق، وبرده زي ما انتم شايفين هنا الغطا عبارة عن مصفى اهي، الغطا عبارة عن مصفى شايفينه، يعني مش مصفى بقى فتحة تهوية، تقدري تحطي فيه الجبنة وانتي مطمنة. لا ما تتشالش، فتقدري تحطي فيه الجبنة وانتي مطمنة، وفي نفس الوقت بتغطي بيه الدور اللي تحت اهو. ده بقى بيدخل التلاجة عندك، تحطيه في الرف بتاع الجبنات، تسحبيه تعملي منه سندوتشات الصبح، ما تتضفيش على اصناف الجبنات. ماشي يا كوكو شاطر اهو. بصوا هو مرسوم عليه جبنات ولانشون وحاجات من دي، استكمالا بقى لطقم العلب بتاعت الجبنات. خلاص ده نفس العلبة اللي انا وريتها لكم دلوقتي حالا بتاعت الجبنة، بس حجم اصغر. تمام كده، عشان لو عندك اصناف من الجبنة اقل او احجام اصغر، فانت عندك كذا حجم، فكل واحد على حسب عدد افراد اسرته وعلى حسب استخداماته. فالعلب دي نفس اهو كل حاجه فيها، شايفين ازاي؟ اهو طبعا كل حاجه جايه مغلفه ما شاء الله. يعني مروان قلت لك قوم شربها لو سمحتي مروان. بصوا اهي دورين، نفس الاستخدامات ونفس المكونات ونفس كل حاجه اهي. تقدروا تحطوا فيها اصناف تانية من الجبنات لو انتوا عايزين، يعني تبقى حجمها اصغر. استكمالا بقى لعلب التلاجة بتاعت الخضار، احجام تانية واشكال تانية، يعني هي مستطيل بس احجام تانية. تمام عشان برضو نلبي كل الرغبات، بحيث ان
كل واحد عارف استخداماته ايه والمكونات اللي عايزها او الاحجام اللي عايزها ايه. بصوا دي علبة اهي برضو مستطيل وبتاعة خضار تمام، بس الحجم ده اهي. دي كام لتر؟ دي لتر و 800 ملي، لتر و 800 ملي يعني 2 لتر الا. وبرضو نفس فتحة التهوية ونفس التقسيمة من جوه، شايفين ازاي ما شاء الله يعني تحفة. تعالوا نشوف حجم تاني من علب الخضار برضو، استكمالا بقى للعلب بتاعت الخضار. ده اخر حجم معانا خلاص. الحجم ده بقى هقول لكم قد ايه بالظبط. ده 4 لتر و 300 ملي، 4 لتر و 300 ملي اهو شايفينه، نفس الغطا كمان. خلاص كده، فكل واحد طبعا يقدر يحدد استخداماته والكميات اللي بيحتاجها قد ايه، ويقدر على اساسها يشتري المقاسات المناسبه ليه ويحط فيها حاجته بمنتهى الامان والاريحيه، لان الحاجه دي بتحافظ على جوده الخضار مده اطول. طبعا احنا في الصيف بنحب الحاجه تبقى عايشه، لان اولا الخضار سعره عالي، ثانيا احنا نبقى عايزين الحاجه تكمل معانا اطول فتره ممكنه، ناخدها زي ما اشتريناها. فالعلب دي باذن الله هتحافظ لنا على الحاجه. خلاص، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه هحاول ان انا استخدمها معاكم كلها بالتفصيل، بحيث ان اللي عنده اي معلومه عايز يعرفها عن العلب دي قبل ما يشتريها ان شاء الله يلاقي اجابته في الفيديو. بصوا حجم البصل كده بقى صغنن جدا اهي، تقدروا تحطوا فيها فاكهه او خضار طبعا، بس دي حجم اصغر. دي لونها مختلف لان الغطاء لونه اصفر اهي. بصوا الحجم بقى ده ممكن يتشال فيه طماطم صغيره او يتشال فيه خيار. اهم حاجه في الخيار لو هتشيليه في ميه وكميته كبيره بلاش تقطعيه، شيليه بحاله من غير ما تشيلي حتى الجزء اللي في الاطراف واليمين والشمال، عشان يفضل عايش ويحافظ على القرمشه اللي فيه. تمام كده اهو. دي علبه تانية، دي حجمها كام بقى؟ دي حجمها 800 ملي، 800 ملي اقل من ال 1000 لتر، اقل من ال 1000 ملي، اقل من اللتر. تمام، برضو للخضار او للفاكهه، عنب، رمان، الحاجات دي كلها. في واحده تانيه زيها بالظبط بس حجم تاني، تعالوا نفتحها اهي. الحجم اللي هو مطول شويه جاي بالطول مستطيل لفوق. خلاص، برضو ليها استخدامات تانيه خالص، ممكن يتحط فيها الخيار واقف لو انت عايزه تشيليه بحاله، او الجزر او الكوسه او البتنجان بتاع المحشي، كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. وممكن كمان يتحط فيها بقى الخضره بتاعت المحشي، الكزبره والبقدونس والشبت، الخس، الجرجير، تحط فيه البروكلي، الكرنبيت، وممكن طبعا تشيلي فيه فاكهه عادي جدا، تشيلي فيه عنب، تين، خوخ، رمان، برقوق، الكلام ده كله بيتحط فيه عادي جدا، والتفاح طبعا. خلاص كده، دي بالنسبه للحجم بتاع الخضار والفاكهه. وبرده نفس التقسيمه من الداخل اللي هي بتبقى 4/4 وفيها مصفه منها فيها. تمام كده، دي الحجم بتاعها 2 لتر، 2 لتر. تعالوا نفصل شويه من العلب ونشوف طقم المعيار التحفه ده. بصوا ده عامل ازاي، شكله حلو جدا، الخامه بتاعته خطيره، مش قادره اقول لكم يعني على الطبيعه ولونه وملمسه. البلاستيك بتاعه خطير، ما فيهوش ولا زياده ولا نقصان، يعني شايفين البلاستيك انسيابي جدا اهي. دي كام قطعه؟ 2 3 4 5 6، 6 قطع طبعا، بتبدا من 25 مللي لحد 250 مللي، 25 مللي، 50، 100، 150، 200، 250. طبعا تقدري تعيري بيه الدقيق والسكر والرز واسمه ايه ده الزيت، كل مكوناتك اللي بتستخدميها في عمل الحلويات، في اللي انت عايزاه. تعالوا بقى نشوف الازازه دي اوكي، او علبه السوائل دي. دي اولا 2 لتر تمام، وعايزه اقول لكم كمان ان هي بتحافظ على كل حاجه، تحطي فيها لبن، تحطي فيها عصاير اهي، ومتقسمه كمان متعايره عليها معيار من اول 100 مللي، 100 200 300 لحد 1800 مللي. تمام، هي بتشيل 2 لتر تقريبا، هي 2 لتر انا قلت، فهي اخرها 2 لتر. خلاص كده اهي، الخامه بتاعتها خطيره يعني تحفه. الغطا بقى بتاع البلاستيك بصوا طري، شايفين اهو
اتفتح من هنا، تقدري تشيلي فيه العصاير، تقدري تشيلي فيه اللبن، اي حاجه بتعمليها من السوائل تقدري تشيليها هنا لحد 2 لتر معاكي وبيتشال في التلاجة. الغطا بتاعه محكم جدا، بصوا اهو تمام. ده علبه 2 لتر، في منها احجام على فكره مرسوم عليها حجم اصغر شويه اهو، ده الاصغر اهي. الحجم الثاني جبته لكم اهو الاصغر بقى. خلاص لو هتعملي كميه اقل من العصير او عندك كميه اقل من اللبن الحليب اللي هتغليه برضو، دي حجم تاني خالص اهو، ده هيشيل معاكي لحد لتر. يعني دي تخيلوا لتر، لتر لبن، لتر عصير، لتر مشروبات، اي حاجه بقى اهو، ده حجمها. خلاص على فكره حجمها حلو قوي، انا حبيت قوي دي، تحفه. دي اتعمل فيها عصير بمنتهى السهوله، ونصبه من هنا. اتفضلي يا كوكو، اهي اهي ما تزعليش، اتفضلي اشربي. حاجه معانا وهي علبه البقوليات دي، شايفينها دي 3 قطع للبقوليات. عارفين انتوا المنظمات بتاعه البقوليات والحاجات اللي احنا بنشيل فيها الخزين، اهي يا كوكو اهي فتح كده. يلا بص، بسم الله كده هنفتح مع بعض، ما شاء الله. واو الحجم ضخم جدا، دي ممكن يتشال فيها رز، يتشال فيها مكرونه، يتشال فيها عدس، فول. شايفين الحجم بتاعها والخامه، شايفين واخدين بالكم من الخامه؟ انا بركز جدا على الخامه لان فعلا فارقه معايا قوي. واو بصوا الغطا، اللون الاسود ده خطير. في البلاستيك الممتاز تجيبوا اسود عادي، لكن في بلاستيكات ما ينفعش تجيبوا فيها الوان، بيبقى الوانها بتدل على جوده البلاستيك. فلما تلقوا بلاستيك ملون جودته كويسه ده ما تخافوش منه. 3 قطع، حجم كبير، اصغر واصغر. دي مقاسها 4 لتر تمام، دي 4 لتر، وتحتيها على طول الحجم ده، ده 2 لتر 600 تمام. فده يتشال فيه برضو بكليات بكل اصنافها وانواعها عادي جدا. خلاص ده 2 لتر 2 لتر 600، دي طبعا بيتحط فيها اكل، وكمان بتدخل غساله الاطباق، وبتدخل الفريزر، وبتدخل الميكرويف. العلب دي اللي هي الطقم بتاع البقوليات. المقاسات تاني بسرعه، ده لتر 200، وده 2 لتر 600، وده 4 لتر بالظبط تمام. وزي ما انتوا شفتوا كده بيدخل الفريزر والمايكرويف تمام، وطبعا الثلاجه اكيد، وتقدري تشيلي فيه البقوليات بتاعتك في الدولاب بتاع المطبخ عادي خالص. دول الثلاث احجام اهو بتوع طقم البقوليات. دي كل الحاجات اللي انا حبيت اوريها لكم النهارده. انا بشكر جدا شركه اكسا على المنتجات التحفه دي، ربنا يعزكم يا رب ويبارك فيكم. وحبيت انقل كده تجربتي مع الحاجه، اولا لما استخدمتها في الثلاجه كانت تحفه، وانتوا شفتوها معايا طبعا، والفيديو والله اللي عملته ده كان بمنتهى التلقائيه، سبحان الله، يعني ربنا بيرزق من يشاء بغير حساب. فالمهم بقى انا عايزه اقول لكم ان المنتجات دي نازله في السوق قريب جدا جدا، لان زي ما قلت لكم الحاجات دي جديده خالص، ما نزلتش لسه الاسواق، لسه كانت النهارده وتبدا تطلع من الشركه. فربنا يجازيهم عنا كل خير ان شاء الله، باذن الله تقدروا تلاقوها الفتره الجايه. واي معلومه ان شاء الله هعرفها عن الشركه، من حيث السعر، من حيث الاماكن اللي تقدروا تشتروا منها، لو في موقع تقدروا تخشوا عليه وتعرفوا منه المنتجات وتطلعوا عليها، باذن الله هسيبه لكم برده في اول تعليق مثبت، او هدخل لكم في فيديو تاني احكي لكم عن كل حاجه بالتفصيل. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، مع الف سلامه حبايب قلبي.